فتحتي العيون علينا باللي عملتيه امبارح هاندا، خيبتي أملي كتير. وأنا كمان خاب أملي مثلك وأكتر ماما أزادها. توقعت يتحسن كل شي على الفطور أول امبارح. فريد أعلن عن حبه لهديك البنت قدام الكل. أنا ما عم أقول إنه يلي عملته منيح، أساساً اعتذرت من فريد وحلينا الموضوع، وبدي أعتذر منك أنتي هاندا. هي البنت بدها تطلع من بيتي ومن أنطاكيا عاجلاً أم آجلاً. بس بدي أقلك شغلة، أهم شي القيمة، يلي بيسقط من العين ما حدا بيقدره. وشو ما بدك تعملي بعد هلأ بتخبريني؟ طبعاً أكيد حصير قلك ماما أزادها، وشو ما عملت رح خبرك.